انت بتكون ابني ومكانك فوق راسي، بس ما بيصير هيك ابدا. رح تتصالح مع اخوك واختك، اتفقنا؟ شيدان هيك بتقول. مين شيدان؟ رفيقتي بالمدرسه، كتير شاطره، عندها اخ ازعر بياخدها وراه ليل نهار، ورغم هيك هي شاطره كتير بدراستها مثل اختي بالضبط. اصلا اختي بدها تتعرف عليها. طيب لكان خلي شيدان تجي لحتى نروح. صباح الخير. صباح النور. أنا ما عم بفهم شو بدك بهذا البيت، ما فيه شي مريح. وما كان لعمتك المرحومة، لو كانت موجودة ما كانت عاشت هون. والله أنا بحبها للمرحومة عمتي كتير. عكلنا الأولاد ما بيدوروا على المريح، بيدوروا على الاهتمام والحب، على شغلات بسيطة. يعني قصدك تقول إنه أنا ما بحبك مو هيك؟ شو عم تحكي أمي؟ حتى فيني قلك إنك حبيتيني زيادة عن اللزوم. يعني على سبيل المثال، بتذكر بطفولتي إنك حاولت تخليني صدق إني ملك. خليلي حبيبي الصغير الحلو والملك. ابنك كنت أحسن ابن، بس أنا ما زوجتك ليلى أبداً. ما قلت لك روح وحبها؟ مو أنا يلي دخلت على حياتك، أنت رحت وعملت اللي بدك إياه. ما في ذنب أبداً، هاد وجع بس. وفي زواج متعب كمان، بس مرتك ما عم تتقبل هالشي. أنا فايت أتحمم إذا ما عندك شي تاني بدك تحكيه. إذا كان جديد ولا قديم، ما فيك تدفش أخذ زلمة مثل تانير بطرف إيدك يا حبيبي يا كاغان. نحن عشنا حياة مع بعض، كان عنا بنت أنا وليلى وخسرناها. يلي عم نعيشه نحن اتنين بيعنينا نحن وبس. أمي لا تتدخلي. هاد الزلمة إله دخل ببيتنا وبشغلنا وبكل شي كمان، هو بيملك النص مفهوم؟ وحياتنا كمان. لا تخرف، أكيد مو مثل ما عم بتقول. حلو، سكري الباب وراك. عم تتصرف بأريحية زايدة. هلا هي صارت جاهزة. اختي شو قلتي؟ حطهم على الطاولة؟ ايه فريات حطهم على الطاولة. وهي صارت جاهزة تقريبا، خلصت. جرس يا اختي. انا رح افتح. اهلا وسهلا بابا. اهلين فيكي يا بنتي. اهلين وسهلين. اهلا وسهلا فيكم يا شباب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، نورتي البيت يا شيدان. انبسطنا كثير بجيتك لعنا. يلا تفضلي. فيروزة بنتنا شيدان حابة تتعرف عليكي. ايه انا كمان بدي اتعرف على شيدان، سمعت باسمها كثير. سمعته من استاذك فريات. ايه ايه يلا يلا تفضلوا عادي وتفضلوا. اوه اوه شو هالريحه. شيدان يلا عادي، تعالي شيدان يلا يلا. يا عيني يا سلام، بنتي الشاطره اللي عامله كل هذا الاكل الطيب. ايه ايه شو مفكرين لك؟ وحضرتك بشو ساعدت بالله؟ بقدر ساعدك بشي اختي فيروزة؟ لا حبيبتي، كل شي جاهز. كان عنا كرسي فاضي وهلأ مشي حاله صار مليان. شو حلو، كل شي مبين حلو. يسلموا ايديكم. انتي هلأ كلي البيض بالبندورة اللي انا عملته، وبعدين ما رح يعجبك شي. يلا حبيبي حط 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 حط. يلا عمر اعطيني شوي، خليني حط لك من هون. هات 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 عنك، رح تدوقوا طبخات اخوكم. حط خيار وبندورة. ايه ايه اعطيني الخيار، وهلأ دور البندورة. والجبنة من هنيك يا حبيبتي شيدان، خديها يلا. اعطيها زيتون كمان. ايه
خدي لشوف. خدي تنتين ما بكفي. وفي هنيك كعك حبيبتي شيدان. يلا يلا بلشي أكل. أساسا هي كانت كتير جوعانة بالطريق هيك قالت لي. إيه والله جعت كتير أنا. شفتي يا شيدان، أخي وأختي فورا بعتوني لجيبك طبعا، وأنا ما رح أشغل بحدا لأني جوعان. يلا كل معناها كل. يلا لشوف. خدي حبيبتي يلا. يسلموا. صحة وهنا. يلا أخي كول. خد. يلا خدها. صار له 3 أيام ما أكل خبز ومربى، شو صاير معه هان؟ طبخت البيض بالبندورة من دون بصل مشانك أنت. ما لها سيئة بس أكل أطيب منها. والله. في جاتو بالفرن؟ نسيته. بالمناسبة شيدان بتعشق الجاتو اللي بتعمليه. عن جد عم تحكي؟ معناتها خليني حط لك كم قطعة وبتاخديهم على البيت وبتاكليهم. ما في داعي تعذبي حالك. الله يسامحك، عذاب شو؟ صح محمد وينه؟ ماني شايفه. تعرفوا والله استفقت له. أخي شو بدك بهالحكي هلا؟ أبي عن جد وينه محمد؟ ليش ما أجا؟ هو طلع الصبح بكير وما قال شي وهو طالع. بس لو في شي مهم كان حكى أكيد. طيب خير إن شاء الله. إن شاء الله ما بتشوفي الهم يا بنتي، وإن شاء الله على طول عمركم يكون حلو مثلكم. إن شاء الله جميعاً يا رب. يلا خلونا نسفق لفيروزة. معناتها أنا هلأ رح أقوم ساوي لكم قهوة. منشرب، بس أنا اللي بدي أعملها ورح ساويها على ذوقكم. أنت ريح حالك لأنك بتساويها بدون رغوة، مشان هيك أنا اللي رح ساويها. إيه والله قهوتها طيبة كتير. فيني أعملها أنا؟ أنتوا تعبتوا كتير اليوم. إيه تمام، معناتها رح طالع الفنجين. الو الو، وينك؟ اخذت الميديا شي؟ لا ابي انا. تعالي بسرعه يلا. تمام انا جايه فورا. أنا بعتذر منكم كتير، لازم روح، إجت الميديا ولازم غسلها. خليني أجي وساعدك فيهم، نخلص بسرعة. لا تتعب حالك. ما بتعب، أصلاً بتسلى وأنا عم بعمل هيك، ما تاكلي همي بنوب. بس بالأول رح ساعد أخي وأختي وبعدين بلحقك، ماشي؟ شكراً إليك أختي فيروزة، يسلم. شيدان؟ تعالي مرة تانية ولا تنسي الكيك. يسلموا، باخدن بعدين. طيب ماشي، بشوفك استاذ. الله معك شيدان، ديري بالك الحال. بالحقيقة الله معك بنتي. ديري بالك على حالك. ايه اللي اخي؟ زوج هديك المرة اللي رحتي على بيتها؟
عم يقول انه بده يحكي بالمحكمة. الكلام الحلو بيخلي الحياة تطلع من وكره، بس ما بيطالع الناس ابدا، مع انه وعدنا. اترك الموضوع علي، روح هديك المنطقة اللي رحنا عليها هداك اليوم. عمر، بدي يكون عندي أخ وأخت يكونوا مثل إخواتك تماماً، أو على الأقل واحد منهم. أنت محظوظ فيهم. دقيقة، جبت لك يا هادي. تحية. شعرك كتير حلو يا شيدا، بيلمع بشكل حلو كتير، وأنا فكرت إذا لبستي هاد وأنت عم تبيعي الميديا مشان يبعدوا عنك الشباب. بس لا، لا تفهميني غلط، صراحة أنا ما بحب الشباب اللي بهداك المكان. فكرة كتير حلوة. حلوة كتير. بتعرفي مين هاي؟ ما بعرف، شفتها هون من قبل بس ما بعرفها. غريبة والله، يعني شو عم تعمل مرة مثل هاي هون؟ هدول ما بيجوا لهون مشان شغلات منيحة أبداً، دايماً بتصير شغلات مو منيحة. أنسة ليلى؟ أنا شخص وقته من ذهب، الوقت هو مصاري بالنسبة لإلي، لهيك لا تخليني أجي لهون كتير. موسى بيعمل يلي براسه، بس هذا بيضل وعد، ومشان الناس يلي ما عندهم شي مثلكن أنتو. وعدتيني مو هيك؟ بس أنت خلفتي. أنا بعطي علامة كاملة للناس يلي بتعرف عليهم بدون ما أطلع. إذا كانوا مثلاً ناس مهمين كتير أو مرت عمل عادي، ما في فرق أبداً. أغلبية العالم بيصرفوا هالعلامة بيوم واحد، لا يلي بيحافظوا عليها. ليش؟ عم أسألك أنت ليش؟ ما بدي منك شي كتير، بس وفي بوعدك وبكفي. صعبة كتير؟ أمي؟ اسمعوا الكلام يا أولاد، اتفقنا؟ ولا تزعلوا على أمكم، بكفية الهموم اللي فوق راسها هلا. بلشي انتي ولا انا؟ انت بلش. طيب، الف، نون، الف، باء، حاء، باء، كاف. فهمت. وهلا دوري، جاهز؟ خلينا نفكر. الحب
ما في إله لغة. ما عرفت. يلا قليلي. حزير. خليني أفكر. لا لا خلص بكفي. ليش؟ منيح انك حكيتي لانه القصة صعبة. والله كان فيني ضل على هالحالة اسابيع. انت منيحة بهالشي بس انا ما فهمت شو كتبتي على كفي. ما رح اقول انت فهم. يعني لقيتي مهرب لمشاعرك اللي ما قدرتي تقوليها مو هيك؟ لا مو هيك ابدا. شو كتبتي لك؟ كتبت الحب ما إله لغة. يعني ما في داعي احكي لك حكي لحتى اوصف لك حبي تجاهك. طب لو ما شفنا بعض، لو ما سمعنا بعض منيح، كنا حبينا بعض؟ كنا حبينا بعض. هذا هو الشيء اللي منحتاجه. الروح هي أول شيء بتحب. الأرواح بتشتاق، والأرواح اللي بتعشق بعضها رح تلاقي بعضها بالآخر أكيد. الأرواح ما بتحتاج عيون لحتى تشوف والأذان لتسمع. هي بتهمس للقلب. طيب نجرب؟ شو نجرب؟ لنشوف إذا كانت الأرواح والحب ما بيحتاجوا عيون، والأذان اللي بتسمع عن جد مثل ما عم تقولي أنت. علي؟ ايه. انتي جاهزة؟ ايه انا جاهزة. Bulutların üstünden bıraktım ben kendimi. Sonunu düşünmeden duygular sarınca beni. Bahçede hanım eli, gökyüzünde yıldızlar, yağmurun narin sesi, şimdi bir anlamı var. Aşk nasıl da kırılgan, sus dedim ama olmadı, kalbimden ismin geçti. شو صار؟ ما بعرف في شي. شوف شو طلع.
كتير غريب مو هيك؟ يعني قديش صغير وخفيف بس قرصته بتوجع كتير. عن جد توجعت. هاد عم يحمي حاله. تعرفي انه له 3 قلوب؟ انت بتعرف انه حصان البحر هو رمز للوفاء؟ بيضل مع أنثى وحدة طول حياته بس في عنده 3 قلوب. مو شي بيضحك؟ ألبير؟ أنا عندي قلب واحد وتركته أماني عندك. شو صار ألبير؟ في شي؟ جيتك كانت حلوة كتير، عن جد حلوة كتير. أنا رح ضل موجودة دائما. لا تروحي، أوعك تروحي. أنا بحبك وأنا بحبك.